بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله الكريم. الإخوة في الحقيقة ما خلوليش ما نقول لك، الميكرو موجود ميح. الإخوة في الحقيقة ما خلوليش مجال إني نتكلم، خاطر كل شيء جو عليه. نحب نأكد نيا حاجة واحدة نحب نأكد عليها، وهي اللي تهمنا وتهمنا في الوقت الحاضر تهمنا، هي تهدئة الوضع في سليانة. كيفاش نلقوا الحلول باش نهدوا الوضع في سليانة؟ اللي يحصل في سليانة مش في مصلحة لأولاد سليانة ولا مصلحة حد. لذلك أنا أدعو كل الأطراف المشاركة في المسألة هذه، ولو أني متأكد أنها الأمور خرجت من إيدين اللي انطلقوا فيها وصارت مسألة شعبية، كل الأطراف يلتفوا حول طاولة الحوار ويشوفوا حلول. سليانة فوق الجميع بالنسبة لنا كممثل عن ولاية سليانة، يلزمنا ننظر المصلحة العامة، مصلحة أولادنا، مصلحة أهالينا. الحوار ثم الحوار، واللي يرفض الحوار نخلو الشعب هو يحكم عليه. بطبيعة الحال ثم إفراط في القوة من طرف الأمن، ونحن مع أولاد بلادنا في التنديد به، ولكن هذايا ما نجموش يغطي علينا أنه ثم حرق وقع لبعض المناطق الأمنية وبعض المعتمديات. هذا نطلب من أهالينا بكل لطف أنهم يكونوا في قدر المسؤولية اللي يتعودنا بها في ولاد سليانة، ويتأكدوا اللي الكلنا بدون استثناء، وما نزيدش على حتى واحد، وما ندعيش أني أحسن من حتى واحد. كل واحد من سليانة نعتقد أنه تهمه مصلحة سليانة. من أجل هذا أدعو كل أهالي سليانة إلى التهدئة، إلى التوافق، إلى إيجاد حلول. أدعو الحكومة إلى الالتفات جدياً إلى سليانة، إلى زيارة سليانة على زيارة على أعلى مستوى إلى ولاية سليانة. نحب سليانة ترجع ولاية كباقي الولايات بعد أن كانت مستثنية من الولايات الأخرى. شكراً، ما عنديش ما نزيد. نتمنى الشفاء لجرحانا، وإن شاء الله ما تعودش الأزمة هذه، ومتأكد أن أهالي سليانة أكبر من أنهم يسيروا وراء إشاعات أو حاجات غير واقعية. كلنا الإيد في الإيد باش نبنوا بلادنا، هذا هو المهم في الفترة هذه. وشكرا.